وقفوا معايا، انا مزوقه فيكم وفي الله. نعرف ع ولدي قلبو ليالا ولدي بالبالو نور الدين، ع ولدي شوفوا واش ميت ولا حي. كما كنجيبوه ليا بغيت عندفنو حدايا، بغيت عندفنو حدايا ونبرد. ولدي كان غيجي مع حموده شهر نهار 9 في هذا الشهر كان غيجي، وما بقاش جا. وحموده مات وولدي ما بقيتش عرفت عليه واش ميت ولا حي، واش مات في هذا القصف ولا ما عرفتش ولدي شنو، ما عرفتش ولدي فين مشى. ما لقيتش ولدي، ما لقيتش ولدي. بغيت عا ولدي تبرد لي عاد القرحه. انا مزوقه فيكم وفي الله، مزوقه في المسؤولين. عندي عا واحد خلى لي با عنده 12 عام وخدمت عليه ولات عنده 26 عام، وما عمرني عييت ولا قلت، عمرني عييت، عمرني ما عييت. وخدمت في الشركات وقلت لي وليدي بقى حدايا، انا نخدم، انا قادره نخدم عليك، انا قادره، انا اللهم لك الحمد. طاني ربي انت الحبيبه، ولكن ما خليتوش يمشي على خاطري. قال لي انا غادي غادي، بغيتي ولا ما بغيتيش عرضي عليا، انا غنمشي يرضي عليا ما غنمشي يرضي عليا. قلت له واش تعيت؟ قلت له انا راضيه عليك اوليدي، الله يسهل عليك، ما بغيتيش تجلس معايا هنا، الله يسهل. قال لي الوالده انا ما بغيتش نجلس معاك هنا في هذه البلاد فيها الحقره، ما كيخدموناش، كنت في السيبيات والو، وخدمت وقلت اللهم لك الحمد، ولكن وقع لي داك المشكل ما عطاونيش حقي. ودابا راه مشى. ها ولدي ما فيه لا بنية، ما فيه والو ولدي، ما فيه والو ولدي. ولدي عنده 26 عام، كبرته وخدمت عليه وتمحلت عليه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.